بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم وصدق نبيه المصطفى الكريم الذي قال: من استمع إلى آية من كتاب الله كتبت له حسنة ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء مثل ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. وكذلك قال صلوات الله وتسليماته عليه: زينوا، وفي رواية حسنوا، حسنوا أصواتكم بالقرآن. أيها السادة، من ممدوح إلى ممدوح، ومن ممدوح البحيرة إلى ممدوح الشرقية، فضيلة القارئ الشيخ ممدوح جودة سعد، حظه من الأسماء ممدوح، وصوته من الله منفوح، والمسك من فيه عند التلاوة يفوح، علم إذاعات مصر والعالم الإسلامي، فضيلة القارئ الشيخ ممدوح جودة سعد ابن الشرقية، يتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا واعلموا
يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ صلاة
كمان. ايوه يا عم. فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله. كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم
فأصلحوا بينهما. طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما إن الله
الواسطين واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العظيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ولا تلمزوا أنفسكم سال
ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا الله تواب رحيم. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن أكرمكم عند الله أتقاكم وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم وجعلناكم شعوبا
ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله يمنون عليك أن
أسلموا كلا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم بل الله يمن عليكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير
إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. بل عجبوا كذا تحدثت الآيات ممن أنزلها سبحانه هو علي الذات، ومما تيسر من آيات سورة الحجرات، وكانت الأوامر الإلهية إلى جميع المخلوقات. ثم انتقل شيخنا إلى سورة قاف. نسأل الله لطيف الألطاف أن ينجنا بفضله مما نخاف من آيات سورتي الحجرات وقاف. تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ ممدوح جودة سعد علم إذاعات مصر والعالم الإسلامي وابن الشرقية والمقيم بقرية من قرى الزقازيق وهي هرية قرية الزعيم احمد رابي. نشكر الى فضيلته والى حضراتكم جميعا باسم جميع عائلات ابو شنب، كما اشكر الى صاحب الفراشة الكبرى الذهبية وكبرى قصور الضيافة المتنقلة والخيام المكيفة الحاج محروس الصغير واخيه الحاج سامي، ادارة الحاج سعيد سامي والمهندس محمد سامي بالزقازيق، الهندسة الكهربائية الكبرى واللؤلؤية والهندسة الإذاعية أولاد عبد الوهاب وسعد بيشة قايد مركز الزقازيق.
مقدم ضيافتنا الليلة الكابتن عطية الدولي بأبو حماد شرقية، ومخرجنا لتصوير الليلة ناصر صلاح. أيها السادة، شكر الله لكم جميعا وندعوه ألا يريكم مكروها أبدا، ونسأل الله تعالى أن يصلح ذات بيننا وأن يحسن ختامنا أجمعين.